يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقرض رجلا 100 دينار كويتي وكانت تساوي بالريال السعودي 1300 ريال، وفي يوم السداد أصبحت 100 دينار تساوي 1500، وأنا أريد أن أستلمها بالريالات، فهل أستلم 1500 أم 1300؟ سعر يومها تستلم عن سعر يومها، ولا تقول له سر لي النقود التي في ذمتك اشترها، أو أعطني بدلها صرف سعر يومها. نعم.